تحية لدنيا.
الشكر. تحية للمنابر الحرة التي ترافقنا دائما في الأشكال الاحتجاجية وكذلك الاحتجاجات ديال جميع أبناء الوطن اللي كي يطالبوا بالحقوق ديالهم. نحن لسنا هواة شارع ولسنا هواة إضراب، وهذه الحالة الوبائية اللي اليوم كتفرض علينا أننا نكون يعني في المنازل ديالنا ونخضعوا لهذه، يعني نقول بأن الكرامة، يعني لا ما كانش عندي كرامة ماذا تساوي الصحة؟ ماذا يساوي أي شيء؟ الكرامة أولا ثم الكرامة ثانيا. هذا الشكل الاحتجاجي ديالنا هو الشكل الاحتجاجي اللي دعت له التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أكتوبر 29-30، وهو آخر شكل احتجاجي في شهر نوفمبر على أساس أن ينعقد المجلس الوطني المقبل ثم تطير أشكال نضالية احتجاجية أكثر تصعيدا، نقول أكثر تصعيدا، ردا على الاعتقالات، ردا على المضايقات، ردا على السحل وركل وضرب الأساتذة في الشوارع، ردا على كل من يعنت الأستاذ، هذا الأستاذ منارة المجتمع الذي قال فيه الشاعر أحمد شوقي كاد المعلم أن يكون رسولا. نقول بأننا كلنا وطنية، ومن يتهمنا من الأصوات التي تخرج علينا من الجنبات وتتهمنا بعدم الوطنية، نقول نحن أكثر وطنية ممن يدعي الوطنية. لماذا؟ لأن نحن جنود الفكر، جنود القلم. إذا كان الجنود يرابطون في الصحراء من أجل الدول على حوزة الوطن، فنحن نرابط من داخل المؤسسات حتى نزرع قيم الفكر وقيم المواطنة. فكيف لي أنا أن أزرع قيم المواطنة داخل القسم، أن أدرس للتلميذ كيف يمكن له أن يطالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وما هو مفهوم الديمقراطية؟ هذا يدرس، وعندنا مادة تسمى التربية على المواطنة. كيف يمكنني أن أدرس هذا التلاميذ هذه القيم هذه وأن أمرر هذه القيم داخل القسم وأنا لا أستطيع أن أدافع عن هذه القيم وأنا لا أستطيع أن أجسد هذه القيم؟ إذن فسيكون هناك تناقض، وهذا التناقض مرفوض. إذن نقول بأننا كل هذه المضايقات وكل هذه السياسات التي يرومون أو لا يروم المسؤول من ورائها كبح الفعل النضالي بإخراج يعني قانون الإضراب المكمم للأفواه، نقول بأننا هذا الجيل لن نسمح أبدا في تمرير هذه المخططات التخريبية والقضاء على المدرسة العمومية وبالمفهوم السوسيولوجي بيعها المشكرة وكذلك القضاء على الوظيفة العمومية. نقول بأننا خط المجابهة التنسيقية الوطنية الأساسية الذين فرض على التعاقد هي خط المجابهة ضد السياسات الطبقية، ضد السياسات الطبقية التخريبية الممنهجة. أين لماذا لا يكون هناك تعليم ديمقراطي وطني شعبي لجميع أبناء المغاربة؟ لماذا هناك تعليم لطبقة دون أخرى؟ لماذا هذه الامتيازات؟ أليس هذا الدستور؟ واش ما كاينش النص الأول في الدستور اللي كيقول المساواة بين جميع أبناء الشعب المغربي؟ أين هي هذه المساواة؟ أين هي هذه المساواة وحنا كنشوفوا أبناء كبار المسؤولين يدرسون بمدارس البعثات الأوروبية، يرسلون أبنائهم إلى البعثات الأوروبية من أجل تقلد مناصب في المسؤولية؟ هل نبقى دائما أقيان؟ هل نبقى دائما عبيد؟ هل نبقى دائما في الطبقة المسحوقة؟ ألا يمكن لهذا الوطن الذي يحوي جميع أبناء الشعب المغربي، ألا يمكن لهذا الوطن أن يوفر لي المساواة بيني وبين الآخر وبين الآخر، وأن يكون هناك تعليم لجميع أبناء المغاربة؟ لماذا هناك كتب وبرامج دراسية خاصة بأبناء الفقراء، وهناك كتب وبرامج دراسية ولغات وكذلك خاصة بأبناء طبقة أخرى؟ إذن فهذا ظلم، وهذا الظلم لن نسكت عليه.
لا يمكن أن نسكت عن هذا الظلم. نحن الجيل الذي سيرافع، الذي سيدافع، الذي سيناضل بالرغم من السحل، بالرغم من الضرب، بالرغم من أي شيء، إما أن نكون أو لا نكون. شكراً.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.